السلام عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام اللي بيشوفونا من خلال شاشة قناة الأهلي في برنامج مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم، والنهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة إن شاء الله رب تنول إعجاب حضراتكم. الحقيقة الحلقة دي بناء على طلب حضراتكم، أصدقائنا اللي طلبوا إنبوكس وعلى الصفحة وكلمونا في التليفون وطلبوا وصفات مخللات غير مصرية. على فكرة يعني للي هيشوف الحلقة دي واللي ما جربهاش، حضراتكم جربوها وهنتكلم عنها، هتلاقوها ليها طعم مختلف تماما. كل ما ربنا هيكرمنا كده ونيجي نعمل حاجات مخللة هنحاول نخرج بره النطاق، بس هنعمل حاجات ما تختلفش عن الحاجات اللي احنا متعودين عليها. الطعم هيبقى فيه إضافة ولكن مش هيبقى بعيدا تماما عن ثقافتنا واللي احنا متعودين عليه عشان نحب الأكلة دي، لكن هنستفيد من فوائد كتير قوي ممكن تكون ما بتجيش على بالنا، لكن بره مصر في الدول العربية، في الكويت، في السعودية، في كمان في الهند، في باكستان، بيعملوا توابل طبعا فيها فوائد كتير. واتفقنا انه كل حاجة بمقدار معتدل هي مفيدة، كل ما تزيد عن حدها اكيد هتنقلب لضدها في اي حاجة في الحياة. فاحنا النهاردة هنبدأ في اول وصفة هنعملها معانا، بما ان المانجا طلعت وبدأ يطلع منها، انا مش عايزة غير مانجا خضرة. خضرة يعني لسه ما استوتش، يعني لسه حجر ناشفة. هنعمل النهاردة أجار المانجو على الطريقة الجميلة اللي بيستخدموها وبناكلها في الكويت، ولما بيجي لنا أصدقاء يهدونا، أو في السعودية. طبعا ليها فوائد كتير جدا، لأنه خلوا بالكوا احنا هنتكلم عن كل مكون منها باستفاضة كده حاجة حاجة. تعالوا بس نبدأ نقول المقادير ونبدأ نشتغل ونحكي عن الوصفة وجمالها يعني المكونات اللي موجودة فيها. عندي أول حاجة مانجا خضرة متقطعة شرايح زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، عندي جزر شرايح متقطع بالطول، عندي فلفل رومي متقطع شرايح، حاول أخلي كله يبقى قد بعضه متوازي عشان السوى يبقى مظبوط مع بعض في المخلل ده، عندي توم، وعندي نص كوباية من الخل، وعندي هريسة، عندي حبوب حلب حصى، وعندي بذور الخردل اللي هي الخاصة بالمستردة، في منها ألوان أنا جايبة منها اللي موجود عندنا في مصر اللي لونها برتقالي، وعندي حبة البركة، عندي كركم، عندي كاري، عندي شطة، وعندي بهارات، وعندي ملح. هنستخدم يعني ايه مكونات جميلة جدا، هنحكي عن كل حاجة فيها باستفاضة. اولا تقدروا تستخدموا الزيت النباتي العادي خالص في الوصفة دي، ونقدر نستخدم تعالوا نتكلم عن المانجا الخضراء الاول. اولا هي يعني هي مفيدة لعضلة القلب، وهي بتقوي بتقاوم الجلطات. المانجا الخضراء يعني بصوا بقى ليها كده فوائد حلوه جدا للشعر، وليها فوائد حلوه كمان للفم. عايزه اقول لكم بس كتر اكل المانجا بعد السوى بتاعها هو مش حلو على الكلى. يعني خلينا دايما نقول ايه، ان الحاجات اللي لما بتزيد عن حد، ناس تقعد تاكل مانجا 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 وتشتكي فجاه جنابي وتبقى تعبانه، فاحنا مش عايزين نوصل لكده. احنا بناخد مخلل بالنوع، يعني على السفره طبق صغنن كده حطينا واحدتين من اجار المانجو ده، على جنبها اجار ليمون، وحاجه كده الناس تدوقها تفتح النفس بسيطه. الكم نفسه مش حلو، فخلينا كده ايه نتكلم عنها. انا بدفي زيت التدفئه، هاخد اول حاجه حبوب الحلبه، الحلبه الحصى. حلبه الحصى ليها فوائد كتير جدا، عايزه اقول لكم يعني ايه، عايزه اقول لكم ترطيبات، وفيها بوتاسيوم، وفيها فيتامين سي، وبتعالج حب الشباب اللي بتعمل ماسكات وهي مطحونه، ومطهره جدا، وبتعالج الاكزيمات. عايزه اقول لكم الناس اللي عندها كلف بتعمل الماسك بتاع الحلبه ده بيبقى رائع لتساقط الشعر، بتتغلي وبتترش على الشعر وبتديله لمعان كده رائع جميل جدا. بتحسن عملية الهضم، مفيدة جدا الناس اللي عندها حصاوي، الناس اللي ما بتكونش حصوات، أو الناس عندها مضادات أكسدة عالية جدا. الناس اللي عندها قشر في الشعر اعملوها اغلوها ورشوها رش زي ورق اللورة بالظبط، مهم جدا وبينبت البيبي هير على فكرة، الورق الغار أو ورق اللورة مع القرنفل، لأن القرنفل معقم فما بيعملش قشر. يعني هنعمل حاجات حلوة إن شاء الله، ما تزودوهاش لأن زيادتها ما بتبقاش حلوة. هي الناس بتخاف منها عشان ريحة التعرق والإسهال شوية لما بتكثر منها. وطبعا للحامل أعتقد إنها مش كويسة، بتعمل ساعات حالات كده غثيان وحرقة، لكن ما فيش دايما، ما بنفضلش إن أي واحدة حامل تشرب الحلبة خالص يعني. طيب
احنا هنغلي كده، تاخد غلوه نحمص الحاجه دي، وهاخد كمان الحبه السوداء اللي هي حبه البركه، وبرده الحبه السوداء دي ليها فوائد كتير، بس برده ما نكترش منها لان كترة منها برده بيبقى ليها اضرار. هناخد كده معلقتين كبار وهنبدا نحمص ده. عايزه اقول لكم يعني هي مقاوم اولا بتقوي جهاز المناعه بتاع الجهاز التنفسي كويس جدا، وبتخفف الالتهابات، ومفيده للكبد جدا، وبتنظم السكر، وبتعزز صحه الشعر جدا الناس اللي بتستخدمها، وللناس اللي عندها ارتفاع يعني ضغط الدم بتعرف، بس برضو خلي بالكم بنسبه بسيطه، يعني حاجات بسيطه جدا، لان احنا عندنا مشكله ان احنا نمسك الحاجه ونفضل شغالين عليها وكان هي دي الفظيعه. لا طبعا، التنوع كويس والمعدلات المظبوطه كويسه علشان نستفيد من كل حاجه بشكل كويس وطبيعي، لان هي برضو ساعات من الكترة بتاعتها ما بتبقاش حلوه، يعني في ناس بتشتكي منها في موضوع اضطرابات الهضم دي، ويعني الدكاتره تقول كده، يعني في حاجات كتير بتبقى ليها اضرار زي ما ليها فوائد، فنستفيد بس من الفوائد بشكل لطيف. انا حطيت الحلبه وحطيت حبه البركه، اولا دي ماده حافظه، الحلبه دي ماده حافظه للمخلل، ملهاش علاقه. هاخد بذور الخردل هنقلب تقليبه حلوه كده، دي من المخللات المشهورة جدا في الدول العربية الحقيقة، وفي ناس كتير جدا بتحبها، والناس اللي عاشت هناك اكيد هتبقى عارفة عنه، يعني عارفة الموضوع ده جدا. انا بحب شوية معلش اخد بقى بقية التوابل دي احمصها شوية، بصوا كده هحط شوية هنا وشوية اخلطهم مع المانجو عشان نحمص الكاري والكركم. الكاري مفيد بس برضو كترته مش حلوة، الكركم رائع ولازم مادة حراقة معاه عشان تحفز مادة الكركمين وتفرز تبقى كويسة، يعني فلفل أحمر، فلفل أسود، حاجة حارة شوية. والكاري ده الكاري برضو مفيد للدورة الدموية على فكرة، وبيحمي يعني من تصلب الشرايين، ناس كتير بتستخدم. بصوا استخدموه حاجات بسيطة زي ما أنا استخدمت كده، تطعم في المخللات، تطعم في توابل، أنا أتبل فراخ، لحمة، ممكن تبقى بنسب بسيطة بس نستفيد منها لأن كتره مش حلو يعني الحقيقة. طيب الكركم كمان مفيد جدا، نقلب كده تقليبة بسيطة. بصوا التحميص ده بيخلي ريحة الحاجة تطلع بشكل جميل. الكركم ده بقى مفيد قوي، عايز اقول لكم في الهند وباكستان والدول دي بيستخدموا الكركم ده على اللبن اصلا وبيشربوه، بيعملوه في وصفات كتير، يعني مفيش وصفه بتخلى منها، سواء بقى برياني، توابل، تكه، حاجات. بيستخدموا اليانسون النجمه كتير لان هم بيشوفوه هو حاجه كده مضاد للالتهاب، مقاوم للشيخوخه، بيتعمل منه ماسكات حلوه قوي، بيبقى يعني اللي بيتناوله بانتظام على فترات كويسه بيقولوا ان هو بيحمي من مرض الكانسر يعني، لكن اضراره احيانا بيعمل غثيان ودوخه لو كترناه بنسبه كبيره في وصفه واحده، فاحنا بنحط نسب معتدله. هو مش مفيد للمرأة الحامل على فكرة، يعني مش برضو مش محبذ ان اي مرأة حامل تاخده. طيب انا بس ايه هشيل بس هنا الثوم، هاخد كده البولة اللي فيها المانجو دي، بصوا المانجا خضرة خالص مغسولة وجميلة، بقطع المانجا عادي جدا من الناحيتين، بسم الله. خلي بالكم المانجا دي كمان ما تتعملش بيها ماسكات للناس اللي عندها حساسيه، يعني بشرتهم حساسه ما تنفعهمش المانجا خالص، عشان في ناس بتعمل بينها ماسكات. بصوا كده هنا كده، وهبدا يعني القشره دي بتحمي اهي، لازم تبقى خضراء. ممكن ناس تستغرب ليه زي الليمون، انا الليمون باخده اخضر، وبعدين ممكن اخد من الليمون ده اعمل منه مربى، وممكن اخد منه اعمل منه مخلل. فاذا طالما هو اخضر وفي لسه ما اتطعمش لا هو بطعم الحلو او التسكيره دي يبقى خلاص. بصوا بقى هشيل انا، ارفع دول كده من على النار، خلاص كده الريحه طلعت بتاعت التوابل تمام والزيوت تمام. هاخد كده حبه حلوين، وطبعا دول كده، وتعالوا بقى نقفل الاجار المانجو ده. ماشي حبايبي، اوكي
تعالوا بقى ايه نحط دول هنا كده ونبدا نقفلهم بقى مع بعض. انا هاخد في البوله دي اخد حاجه كبيره بس اخلط فيها. بصوا ادي المانجو اهي وادي الجزر عايزه اقول لكم طعمه هيبقى رائع ما بيضافلوش حاجه تاني خالص. هنقلب بس كده نخلط المقادير الحلوه دي مع بعض مع الفلفل الاخضر القمر ده. جربوها كده وقولوا لي رايكم. هاخد من الهريسه دي هنا بعد ما شلت ورفعت كل ده ودي اختياري ممكن تبقى بارده او تبقى الفلفله البارده اهو. بصوا الفلفل ده فوائده كتير جدا. ده بيبقى فلفل رومي عادي او لو عايزين تخلوه فيها طعم حار سنه انتوا مش هتحتاجوا ده يعني حاجه بسيطه. طبعا نسبه فيتامين سي عاليه جدا في نسبه ترطيب عاليه جدا في فيتامين الف وفي حديد. وعلى فكره هو من الحاجات الفلفل الرومي بكل انواعه اللي بيحفز قوي شغل الغده الدرقيه حلو قوي في الحرق يعني وبيقلل الكوليسترول الضار كمان. تعالوا بقى بسم الله. بصوا كده هنحط الحبه الحلوين دول هنا. بصوا كده معانا مدام فاطمه من اسكندريه. يا اهلا وسهلا مدام فاطمه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. انا سامع حضرتك. اتفضلي الصوت واطي قوي يا جماعه. اتفضلي مدام فاطمه. بس بسال على مش سامعه حاجه خالص يا ولاد. علوا لي صوت مدام فاطمه. الصوت واطي قوي يا مدام فاطمه ما عرفناش نسمع حضرتك. بصوا كده التوم. يا ريت حضرتك تحاولي تكلمينا تاني. كده شرايح خفيفه قوي كده. بصوا جميل ازاي. الثوم طبعا ليه فوائد كتير لكن كمان ليه اضرار كتير. بس عايزه اقول لكم هو اكتر حاجه قاتله للبكتيريا وبتنظف جهاز الهضمي وبتنقي المعده من اي ديدان وحاجات وبيقوي جهاز المناعه ويعني بيدي الجسم كده كانه ايه اللي عنده مناعه وبياخد منها الثوم. وساعات في ناس احنا بنعمل ايه بقى في زيت الزيتون نروح ناقعين فيه وحدتين نفتح كده شرايح الثوم ونعمل فصين ثلاثه مع عود روزماري مثلا مع ورقتين غار ونسيبه يتطعم ناخد الفوائد. لكن طبعا اضراره للناس اللي عندها قرحه بتاخده على الريق خطر جدا. ممكن نعمل بيه حاجات حلوه لكن بمعدل مقبول لانه بيعمل انتفاخات في القولون كتيره برضو بيسبب برضو للناس اصحاب القرح لا يعني الم شديد بتلتهب فبتبقى من كتر ما هو قوي. فخلينا كده ايه نقلب كده شويه الحلوين دول. بصوا بقى اهو هنضيف الخل زي ما حضراتكم شفتوا. وهنا احنا بعد ما حمصنا كل الحاجات انا خدت منها نسب بسيطه هزود بقى حاجات اللي هي نفس النسبه بس انا قسمتها شويه في الاول في التحميص وشويه بقى تدي الطعم الجميل في النهايه. وبعدين هنحطها دلوقتي في البرطمان بتاعنا ونشوف الدنيا اخبارها ايه. بسم الله اهو. على فكره احنا ما بنحتاجش نعمل فيه اي حاجه خالص ولا هنضيف عليه اي حاجه تاني لان هو كده هيوصل للي احنا عايزينه. بسم الله نقدر بقى نكتب عليهم حاجات حلوه ونهادي بيهم اصدقائنا وتبقى الدنيا جميله. معانا مين يا ولاد؟ معانا ام اسلام. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. وحشاني والله عظيم. انت اكتر يا روح قلبي. ما سمعناش صوتك امبارح ليه؟ معلش امبارح كان عندي ظروف صعبه قوي والله. يا روحي صعبة. بعد الشر عنك ربنا يسمعنا عنك كل خير يا رب. ميرسي يا حبيبتي. شكرا يا قلبي. بس ايه الالوان الحلوه اللي انت بتعمليها دي؟ انت ايه رايك يا حبيب قلبي؟ ما يجيش بعد الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها.
لا 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 لا، ده الجمال ايه؟ ايه الجمال ده بجد والله. الله يخليكي يا روح قلبي، تسلمي لي ويسلم ذوقك. لا حلوه قوي الالوان، جميله قوي مع بعضها، يا عزيمه حلوه قوي والله. الطعم كمان احلى حكايه بصراحه. خلاص انا مستنيه بقى البرفان. خلاص يلا انا هشيل واحد من دول وهبعته لك على طول. حبيبة عمري تسلمي لي يا رب. يبارك لك يا قلبي. امين وليكي. خليك يا حبيبتي. تسلمي لي يا ام اسلام. مالكيش اي طلب معانا حبيبة عمري؟ يا حبيبتي انت مش مخليانا عايزين حاجة، يعني تسلمي الحاجة يا قبل ما نعوزها بتعمليها. تسلمي يا حبيبة قلبي والله. كلك ذوق والله، كلكم ذوق. تسلموني، هنمشي منكم ابدا. بصوا بقى لما بدوس كده تحسوا كده في صوص، ها هو ده. شايفين انا مش محتاجة، مش هعمل فيه حاجة، مش هضيف اي حاجة اهو. وهعمل واحد تاني قدام حضراتكم. شوفوا كم منجاية دول عملوا لنا كمية حلوة، يعني تقريبا دول كم منجا؟ أربعة ولا خمسة؟ ها يا محمد؟ خمسة؟ خمس منجايات أهو. يا سيدي بصوا بقى، أنا هوضب دول ومش هقفلهم إلا لما حضراتكم ترجعوا لي بعد الاستراحة، عشان أنا هصب من الصوصة اللي تحت على البرطمانين اللي كان فيه نسبة زيت زي ما اتفقنا، وإن شاء الله ينول إعجاب حضراتكم. على فكرة أنا ما حطيتش ملح ومش هحط، لأن المانجا فيها نسبة أملاح عالية جدا، فأنا مش هحط ملح، لكن اللي عايز يضيف شوية صغيرين براحته، بس حبيت أقول لحضراتكم. طيب تعالوا بقى هنقفل ده ونستسمحكم في استراحة، ونرجع بعد الاستراحة نستكمل باقي وصفاتنا للي طلبوا مني أجار الليمون، هنعمله بعد الفاصل على الطريقة الباكستانية. في انتظار حضراتكم.